شو طابخ اليوم؟ فايخس بلغور ميت فلايشن. أعوذ بالله من غضب الله. شو ها؟ يعني كبة بالألماني. وليه بالألماني بقى؟ عم أتعلم ألماني استحياطاً، بلكي رح حلونا على ألمانيا. جربت الفرنسي لقيته دبج. قال شو؟ Est-ce que tu veux danser avec moi ce soir؟ كي دبج، معك حق. والإنجليزي صعب كتير. How are you? I'm fine. تخيل. إيه صحيح، قمة الصعوبة يا مجدوبة. بينما الألماني منبع نعومة، بركة سلاسة، حاكورة بلاغة واختصار. خذ لك هاي مثلاً. 555. شو هاي؟ هاي 555. شايف الجزالة والاختزالة يا ابن نوال؟ عليم الله إذا بدي أقول لك ياها بدي أخذ قطار سريع أو فليكس بيوس يوصلني من أولها لآخرة. عقد مانا قصيرة ومنمنمة. اقعدي بمحلك لكان، أريح لي. أما كلمة مبروك فهون بقى يكمل الإعجاز الألماني. Herzlichen Glückwunsch. حيث مع هيك لفظ بتحس الواحد ما عم يقول لك مبروك، لا عم يعزمك على قتل حماته أو على فنجان قهوة في أروقة محكمة الجنايات الدولية أو على مصارع الثيران في الهواء الطلق على ضوء الشموع. يا لطيف الطف. لكن كيف إذا بدك تقول كبريت؟ Streichholz Schachtel. أعطينا للكلمة حقها وحق جيرانها وأخواتها وبنات حماها كمان. بمجرد ما تلفظها بتجيك هبة عظمة، بتحس مفاعل نووي طالع من تمك أو بركان كان مدفوس صار له شي 300 سنة قام على حين غرة، أو بشي حريق عفوي مدبر من تبع اللي بيصيروا كل سنة بمؤسسات الحريق والتصدي سوريا. طيب والطبخة شو صار فيها؟ Ich liebe dich so sehr. شو هاي؟ بحبك. شفت لي ما أحلاها، ما أنغشها، ما أعمقها، وكأنها هرباني من قصيدة غزل عذريني لقيس بن الملوح. لك عذري عذري عذريني يا جلطيني. أو من شي ديوان لنزار سأباني، أو من شي غنية للمطربة العاطفي حازم صدير من تبع بالصدفة شفتها لقيتها لا حكيتني ولا حكيتها. الله يخرب بيتها. الله على الرومانسية. لك والطبخة؟ عسيرة بدك مخلل الخيار جنبك؟ أنا ليك تبوق. شو ها؟ مخلل خيار. شايف ما احلاه، بتحس المخللاي مدوحسه خطي طالع لها جنجل بعينه مدعوسه بقلبه بحافر بغل قبرص ليله زفاف الضبعة ابن عم احده. لا حول ولا قوه الا بالله. لك بدي عمه تاخذني. امي بقى خلصيني. ايه ليش حصلتك ضيقه؟ طوي بالك امي بس لحصت لك يا ابو فتحي. اللهم رغم كل هالغنى اللغوي والفزازه انه عندهم فقر ببعض المصطلحات التي تعبر عن مكنونات الواحد. يعني بيطلع الشرطي ليفتش على الباسبورات بالباص ما بيستخدم تعابير فخمه من فئه ورجونا الهواوي احسن ما نحولكم لفشش وكلاوي، او طالع وراك ولا يطلع بلعك منك إلو، او اندفس رجع لمحلك، او سد بوزك وخراس اخي المواطن هاي مو شغلتك، او بتنزل عندي ولا بنزلك على الفرع خضلك بدنك مثل ما بتخض الحلابه الضرع. ما في كل هدول. لكن شو في؟ في دانكي شو مع ابتسامه. ليش؟ ليش قلتها؟ ليش ما في عنده فرع؟ ليش؟ ليش؟